إخواني في الله، هنا سؤال. أمي كبيرة في السن، عمرها قارب 80 عاما، سألتها كانت تقضي الصيام في رمضان؟ فقالت لي لم نكن نقضي بسبب الجهل، فماذا نفعل؟ إخواني في الله، بداية أقول هذا ما حدث مع والدتي، فقد سألت هذا السؤال وكان عمرها ما يزيد عن 50، وقلت لها يا أمه ماذا كنت تفعلين؟ قالت والله يا ابني لم نكن نقضي وفقط نصوم رمضان. فحسبنا الأيام التي عليها ثم بدأت تقضي حتى قضت ما عليها والحمد لله، وكما تعلمون فقد ماتت قبل 2 ونصف، فرحمها الله عز وجل. أما هذا الأخ فيقول لكن عمرها 80 سنة، و80 لا أعلم أتستطيع الصيام أم لا تستطيع. فنقول إن كانت تستطيع أن تقضي ما فاتها فلتقضي، فإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم أولادها عن كل يوم مسكينا. والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.